وربما يحدث في بعض البلدان، لا ننظر إلى بلادنا يعني، وإلا الحمد نحن في نعمة وفي زيادة رخاء وعيش، لكن الآن لما ننظر إلى بعض الصور في الدول الإفريقية التي أصابها من الجوع ما أصابها، هم عرات ما يجدون ما يكتسون به. ولذلك على المسلم في مثل هذه البلاد وفي غيرها من بلدان المسلمين التي أغناها الله عز وجل أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. يكون الإنسان في زمن المدنية ولا يجد ما يستر جسمه.